نرحب بيكم اعزائي المشاهدين مره اخرى. وشفنا الشوط الاول استحواذ من النادي الاهلي، وكانت نسبه الاستحواذ 66% مقابل 34% نادي الترسانه، ومع ذلك النتيجه 2-1 فقط يا كابتن شريف. والله المباراه كانت في بدايتها كان في جود لك للنادي الاهلي واحراز هدفين، وكان ممكن يبقى ثلاثه زي ما قلنا واكتر، انما لاعبي النادي الاهلي ابو يعني خلوها بقت مباراه كؤوس فعلا، ان بقى في هجمات، في انك انت بتاخد لعيبه بتوديها ناحية تانية بيستلموا براحتهم، في انطلاقات من ناحية اليمين خاصه من ورا محمود وحيد، ان كان جونيور جاي بيحاول يعوض الشكل ده وبيرجع وبيساعد وكل حاجه، انما خلاص انت ما انت عارف انت خسران 2-0 اي فرقه خلاص مفيش حاجه تبكي عليها، فالناس لعبت وكان ممكن يتعادلوا زي ما احنا شفنا 2-2، وانت ممكن تزودوا الثالث والرابع وحصل فيه اداء زي ما يكون خلاص انت طمنت للمباراه وطمنت للنتيجه، وبابسط الحلول او ابسط الاشياء انت هتمشي جوه الملعب هتادي اي شكل، الكره هتطوعك والكره زي الجون كده اللي جه الاولاني بتاع اجير، راجل بيلعب الكره راحت رايحه له عن طريق الصدفه يعني وراح جايبها جول، فتهيأ للبعض داخل الملعب، مفيش لعب نقدر نقوله الا بالتعب وبالمجهود، فمش هقدر اكمل اكتر من كده عشان مفيش وقت يعني. ماشي كابتن علاء، مفيش الاصرار ان احنا نخلص الماتش من بدري، يعني بعد الثاني فرقه معلش انا هتكلم عن نادي الترسانة، فرقه شبه مستسلمه، وحتى في كوره من ضمن الكرات الهجمات اللي هم رايحين بيها راحوا ست لعيبه الكره اتقطعت منهم، سته وقفوا، دي حقيقه، ورجعت علينا احنا بكل سهوله وكل بطء في الاداء وفي التفكير وفي سرعه الحركه. هي شوط بطيء جدا متوسط، وانت 2-0 منتهى السهوله، انا كنت متخيل ممكن مقاومه الترسانة تبقى اقوى من كده، لكن هدف بدري زي ما قلنا عايز تخلص الماتشات دي، هدف بدري في الثاني حصل خلاص 2-0 حصل. المشكله بقى والمرض المزمن اللي في لعيب الكوره المصري 2-0 هو بينه بنفسه مباراه انتهت، فبدا في كسل ايمن، في مساحات، في سايب مساحات لعيبه الترسانه، لازم تعرف ان اي لعيب كوره حتى لو مش لازم يكون دوري. بص يا كابتن هنا لعيبه الترسانه واقفه ازاي؟ ما انا بقول لك خلاص يا ايمن، يعني انت بتتكلم في ده طابور، يعني انت بتتكلم في موضوع خلاص المباراه تقضيت وقت خلاص، هو 2-0 الموضوع انتهى خلاص تماما. يعني ده الهدف الاول طبعا هو كان مرعوب المروان، بس كان بيلعب مروان راح طويله محمد عضل تغطيه وحشه قوي، 1-0 الاجياء حطها بطن رجله حلو قوي، والهدف الثاني معمول حلو من ناحيه اليمين من حسين الشحات بالاجياء، لكن يعني زي ما موجود كده على الصوره مساحات ايمن كتير جدا، وقفت لعيبه الترسانه، بص وقفت لعيبه الترسانه عامله ازاي يا كابتن، بص وقفت الترسانه عامله ازاي، خمس لعيبه في الحته دي، ما انا بقول لك ايمن هي الوقفه غلط، يعني حتى طريقه الدفاع غلط، هو الترسانه النهارده جاي ايمن من بدايه المباراه عايز يقلل 90 دقيقه ويخرج باقل خسائر بشكل الى حد كبير مقبول، بعد 2-0 انت سبت مساحات كتير قوي، استسهلت المباراه، ما فيش حاجه في كره القدم اسمها المباراه انتهت غير مع صفاره الحكم، صح، سبت مساحات، محمد عضل راح بواحده من ورا محمود وحيد تغطيه وحشه قوي، جايت عمل بالعرض هدف، في واحده قبلها ايمن لطارق وطن اتعمد على 18 واتشاطت جنب القائم اليمين لمصطفى شوبير، صح، دي كانت خطر برضو طبعا، لكن ما تسيبش مساحات كده، كره القدم مش مضمونه طبعا، اوعى تطمن لكره القدم تماما طبعا، تطمن وقت ما الحكم مصطفر نهايه المباراه غير كده لا طبعا، لكن عايز اقول لك بسرعه ان الشوط الثاني الحاله البدنيه لعيبه النادي الاهلي هتفرق كتير قوي مع الترسانه، بس تستغلها صح. صح كابتن عادل، تقييمك سريعا شوط الاول. يعني سريعا كده اقدر اقول لك ان انت رجعت الترسانه تاني للمباراه، يمكن بدايه 2-0 كانت كفيله انك انت لو جبت جون تاني او ثالث كان الترسانه خرجت بره الجيم خالص، وانت كده رجعتها، فيجب على النادي الاهلي الفتره اللي جايه اللي هي الشوط الثاني لازم الضغط على طول، ولازم ياخد الموضوع بجديه شويه في الحته انك انت لازم تغطي الجون يبقى جون ثالث علشان ما تديش امل لفرقه الترسانه، لان انا شفت جراءه وشجاعه منهم بعد ما جابوا الجون الاولاني، عندهم فرصه اللي هي كانت صعبه، ما هي ما انت ما انا بقول لك انك انت لازم يجب انك انت الفكر يتغير شويه، انك انت في هو ما بينك وما بين الفرقه الاخرى المفترض انك انت جبت جون وجبت الثاني، الفترة بتاعت الجون الثالث هي المهمة أكتر من الجون الثاني. ليه؟ لأن الثالث هو اللي بيهمت خالص بلغة الكرة، يهمت الفرقة الثانية ويقتل المباراة، يخليك تروح ليه
اهداف اخرى في المباراه انك تريح او طبعا. انك انت تعمل طبعا. حاجه او تدي الناس ناس ثانيه وكده افضل مزبوط. لكن انت دلوقتي دخلت ترسانه معاك في الجيم فيجي الشوط الثاني عليك المفترض انك انت نازل لازم جهد اخر لو كنت طلعت 3-0 مش 2-0 كانت تفرق كتير كنت الشوط الثاني مش تنزل بجهد ثاني مظبوط كابتن هاني شوف الشوط الاول سريعا ازاي بص كابتن هو الكباتن طبعا الكباتن كلهم اتكلموا في حته ان احنا لازم نجيب الجون الثاني والثالث والرابع والخامس بدري تمام ده كلام كلنا متفقين عليه لكن في حاجه كابتن مفيش روح في الفرقه في بعض اللعيبه يعني مش عايز اقول اسماء في لعيبه كابتن نازله يعني المفروض ان ده ماتش كاس ان انت تنزل تاخد ثقه مش هقول الجهاز الفني تاخد ثقه الجماهير على الاقل او تاخد حتى ثقه ترجع ثقتك لنفسك يعني ممكن اخص مروان لان مروان انا من اللعيبه اللي بحبك يعني بتفرج عليها وبتابعها كويس جدا لانه طبعا كان بيلعب مكاني يعني بيلعب نفس المكان مروان النهارده كابتن نازل يعني مش عايز اقول بيتمشى في الملعب لكن الريتم بتاعه بطيء جدا يعني انت النهارده مروان انت محتاج انت اكتر واحد في الفرقه محتاج ان انت ترجع ثقتك في نفسك تاني لان انت بقالك فتره كنت بعيد ولما جبت جوال وبتاع مش عارف كلنا اتكلمنا عليك كويس فما ترجعش تاني لنقطه الصفر خلاص ما دام وصلت للمرحله ما تنفعش ان انت تقلم عنها تاني لان طبعا انت دلوقتي بيلعب جنبك واحد بادجي راجل ماشي كويس الفتره اللي فاتت لازم يبقى في تحدي بينك وبينه اللي يبقى موجود في التشكيل الفتره اللي جايه لكن انا الكلام كله طبعا لازم النادي الاهلي ينزل انا متاكد زي ما الكابتن علاء قال ان النادي الاهلي هينزل الشوط الثاني الفارق الحمل العالي بتاع النادي الاهلي اكيد هيفرق جامد في الشوط الثاني اللياقه البدنيه اكيد هتفرق لان طبعا النادي الترسانه مش هيقدر ان هو يجاري النادي الاهلي في الشوط الثاني اعتقد ان في اهداف كتير للنادي الاهلي ان شاء الله في الشوط الثاني ان شاء الله باذن الله هنواصل حديثنا بعد نهايه المباراه مع نجومنا الكبار اعزائي المشاهدين انتظروا